بدأت مسيرتي الفنية من 4 سنوات تقريبا. عملت فيديو مع شقيقتي ريحان اسمه لبلادي، حكى عن مواجع إذا بدك المشرق، ومن بعدها بلشت غني وكملت بنفس الطريق، يعني بغني عن القضايا اللي بتعني لي، عن القصص اللي عندي شغف لها. هي أول أغنية منفردة يعني عملتها، كانت عن طريق تمويل جماعي، فهيدا الشيء هيك كمان كتير بيعني لي، لأنه المحبين والناس اللي آمنت بالمشروع هن اللي مولوها، فحتضل دائما هيك ذكرى كتير حلوة. وعم نحكي عن أحب ويديك، ومن بعدها يعني من بعد ما إذا بدك يعني الناس الحلوة والمحبين هن يلي دعموا الانطلاقة، صرت قادرة انتج أغاني لحالي، فهيدا الشيء كتير بيعني لي. لا ما أنا لما عملنا أول غنية أصلا ما كنت بسوريا، يعني كنت بعدني بين السويد ولبنان، هو مخص. بعدين ما فينا يعني أي شيء، ما فيك تلوم بلد على شيء، لأنه بالنهاية الفن تحديدا هي في شركات إنتاج، في كل حدا له يمكن جهة منتجة أحيانا، يعني مخص إني أنا سورية. وعلى فكرة لقلك بس إنه عندي كتير أصدقاء فنانين وموسيقيين بسوريا، بظل هاي الظروف الصعبة عم يخلقوا موسيقى حلوة وعم يبدعوا وعم ينتجوا، فإنه يعني هو مش مقياس، وبالعكس يعني يمكن بظل الظروف اللي صارت بسوريا، يمكن نحن السوريين صار عنا حاجة أكتر إنه نغني وإنه نسمع موسيقى.